سمعوني الكف لاحظة فرقة دركي جاني الكف العش أخضر الزاز حبيبي الأول والثاني لبعث لك سلام الثالث والرابع مع طير الحمام الأول والثاني لبعث لك سلام الثالث والرابع مع طير الحمام والخامس والسادس صرت أنا عيان سبع فراس واحلى كوفرجي يا فراس يا سلام يا حبيبي حبايب بصاص ومحمد كل الشباب على راسك دخيل ربك دخيل دينك شو عملتي في تجننينا دخيل ربك دخيل دينك شو عملتي في تجننينا تسلم لي لفة ربطة منديلك يم الجدايل على بطلونا اسمع كيف يعمل على الكراسي جيل الله حبايبي قدروا احنا تبيك يا رباعيه يا كرب ضيوف الكرام اهلا وسهلا بيهم ضيوفك يا ابو محمد عاشور الختيارين حطوا عقال على راسك جيلا فوق وانا على الشمال جيلا فوق لفوق لفوق حبايبي عاشو 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 على الربعي وين العريس احلى معي حبيبي انزلنا في الساحه مع حبيبي انزل في الساحه يلا فوق ادعس
تصير بيبقى الجاهل عاميها بتصير تلبس على القصير تأثر أكتر ما فيها أبوها رجال كبير ومش قدراني ربيها أخوها قاعد أجير ومش عم بيدرى فيها هي بتسوي مشاوير وبتضيع الهي فيها من بيت البيت تدور وعالشاب اللي بيرضيها كان غني ولا فقير وما في ليرة يعطيها مش هم مصور تصوير بيكسيها وبيطعميها بدها حمرا وميني كير وكحل وبدرة وبليانطين بدها تاكسي مع شوفر بدها 600 وسيلي لير تاخدوها عالمرسي بدها زمر يا خيي يا بيي ايش توسيم ايش شف الخور الياس وبطل التاس يكمل صفى مثل الشارب كاس وصار يروح يمين وشمال قالوا الشهيدا يا ناس قالوا الشهيدا يا ناس ارفع ايديلا فوق عامل يا عم نيولوك وحاطط صورة عالفيسبوك عم عم عامل نيولوك